فمن لي ولم أستطع منه ردا لما بي ومن لي إذا قلبتني الأكوف وجردني غاسلي عن ثيابي ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب ومن لي إذا آب أهل الوداد عني وقد يئسوا من إيابي ومن لي إذا درست رمتي يا أبا وأبلى لجسمي عفر التراب ومن لي إذا ما غجرت الديار وعوضت عنها بدار الخراب ومن لي إذا منكر جد في سؤال وأذهلني عن جوابي ومن لي إذا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب ومن لي إذا ناولوني الكتاب ولم أدر ماذا أرى في كتابي ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل العذاب وكيف يعاملني ذو الجلال فأعرف كيف يكون انقلابي أبلط وهو الغفور الرحيم إلهي عاملنا بعملنا ولا تعاملنا بعملنا أبلط وهو الغفور الرحيم أم العدل وهو شديد عقابي أكم أخرج من كل ذلك قال بلى بلى فهل تحرق النار عينا بكت لرزء الذبيح بسيف الضباب يا أبا عبد الله وهل تحرق النار قلبا أذي قلبك يا مؤمن قلبك يا مؤمنة وهل تحرق النار قلبا أذي لحرقة نيران ذاك المصاب وهل تحرق النار رجلا مشت يا زوار الحسين وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم منه سامي القباب إذا شئت النجاة أنت تحفظ بعدها إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني وحاشا أن تمس النار جسما عليه غبار زوار الحسين حاشا علينا نضيع المعروف يا حسين ننساك وانت اللي بنيت بعزمك الدين أبو علي أنت الذي أوصيت لا عن حاجة إلا
انقيم العزية عليك وانت الشافع لنا، تدري مصابك يا الولي فتنا وذغلنا، ممزوج ما يلي نشرب بدمعة العين، مصابك يا ابو السجاد حارت بيه الافكار، صوت استغاثاتك ارتجت له لقطار، ولباك نور الله بعرشه بين الانوار، وانوار شيعتكم يا بن خير النبي، لباك طفلك بالمغيد قطع قماطة، ابو علي شلت على صدرك ولن السهم خاطى في رقبته والفقار، سيفك ما تباطى عن هام الاعداء، ذكرتهم بدر واحنا بعد ما قط يصير لنا ولد، بغية شباب نفرح به الا ذكري علينا شباب يشابه شباب اللي الى المختار شابه في جملة أخلاقه، وفجع قلبك بهالبيت، السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشق وفي قلب من والاه قبره.